انتهى اليوم اسرائيل عاد تقصف. طيب اذا مو اسرائيل مثل ما قال استاذ هاشم قال امريكا هي اللي عاد تقصف، طيب هاي قواعد امريكيه، امك يلا اضرب اضرب الامريكا اذا تقدر انت. هذا واحد. اثنين ثلاثه، الحشد الشعبي تبين انه لا يملك اي اسلحه استراتيجيه، كل الذي يملكه اسلحه متوسطه وخفيفه للقتال في الشوارع، يعني حتى صواريخ قريبه المدى ما عنده، ابو ال 120 الى 180 كيلو ما عنده هاي الصواريخ. واني تعرف انا متابع جيد للمعارك مال داعش، كل اللي جابوه جابونا هذا اسمه جهنمي ما اعرف شنو جايبيه من ايران، فالتنكه ويخلون بها مثل يعني مال داعش ويضربون به، حتى صواريخ يعني صواريخ صحيحه ما عندهم. ورجعت الاراضي العراقيه، هي مو هجمتوا بيوتنا وحفظت كرامتنا، هي مو هي هجمتوا بيوتنا اراضنا كعراقيين. ايه ايه هاي التنكه هي حفظت الاعراض. انت ليش انت عسكري؟ قل لي انا ما قاطعتك، تفضح لي التنكه اللي حفظت الاعراض. استاذ هشام هي هسه مو جاي نحكي، وانت بعدين من اخلص قول يابا هاي التنكه هاي مهمه، هذه هذا صاروخ بيولوجي سلاح الارهاب نسميه تنكه. والله يا ارهاب داعش داعش العراقي. شوف اخاف انت ما خادم عسكريه. طيب اخاف اقول لك انا متابع جيد دكتور هاشم. خلي كمل، الله يخليك تفضل كمل. اذا انت ما خادم عسكريه وما فايت معارك وجها لوجه مع عدو صحيح، فانا اقول لك تنظيم داعش تنظيم مال حيشاك مال قشامر، ولو ما مال قشامر ما يصل الى اطراف بغداد، ولو ما دول التحالف وجابوا 43 دولة انت وهم يلا قدرتوا تنتصرون على عدو يتنقل بالبيكامات، حتى دبابات ما عنده داعش، وخلال ثلاث سنين يلا قضيتم على تنظيم داعش. لا أولا لا لا 43 دولة انت اليوم هزم داعش هو العراقيون، انت اليوم تريد تقاتل لي اسرائيل لا امريكا ولا 43 دولة.